نبي نتذوق اليوم ونبي نشوف سوا ونبي نتعلم بعض الأطباق اللي تطهى وتطبخ في مطابخ الميشلان ستار. أهلا وسهلا، حياك الله شيف. الحمد لله. الشيف مكرم هو شيفنا اليوم. شيف مكرم، وش اللي بتطبخ لنا اليوم إن شاء الله؟ Yes, today we'll have a duck and orange salad, confit duck with orange salad, and we'll have a lobster thermidor. But this is French dish, we'll do in a modern way. And then we'll have a duck breast with red wine and blackberry juice and with some garnish. ممتاز. نبي نشوف الخطوات اول باول، نبي نترجمها لكم ان شاء الله، بنطلع بشيء مره توب. الشيف مكرم يقول نبي نبدا بطريقه البدايه للمطاعم الفاخره والفخمه. نبي نبدا اول شيء بالسلطه، لان اصلا السلطه هي اكثر شيء اخذ منه وقت التحضير. يعني تخيلوا 20 ساعه بس، الحين 24 ساعه علشان تحضر السلطه. First we had we seasoned the duck leg with salt and some herbs. حلو. And we keep for 24 hours. One day. ممتاز. يوم كامل. اول شيء اخذ ارجل البطه، تبلها بالملح والاعشاب، خلاها يوم كامل متبله بدون برايم بدون شيء. ثم بعدين حطها بالزيت. هذا الزيت هذا الزيت، هذا الدهن زي السمن بس حق البط. فجابه كامل وحط عليه سيقان الدجاج، سيقان عفوا البط هذه، وحط معها الاعشاب والثوم. بعد ما صارت معنا جاهزه، الحين الشيف يبي ياخذها ونبي نبدا بالخطوات الثانيه. تفضل. يلا تفضل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه بعد اربع ساعات من الطبخ بالدهن. This one can use for the garnish. بصل. Small baby. Baby onion. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحين مرحلة التحميس. لحمته حمراء مرة والله. لحمته حمراء. ما شاء الله تبارك الله. هذه التجميلة. الله. ما شاء الله ما شاء الله. فما حط زيت ولا حط شيء، يقول الزيت اللي على نفس الدجاج، ما تسميها الدجاج، على نفس البطة يكفي. الحين خلاص تجميرة بسيطة أعطاها. الحين جاهز كذا شيف؟ Yes, we'll put some orange glaze on top. حلو. This is the orange glaze, so we're gonna glaze the duck with some orange. Because it's with a salad, this will give a nice flavor. ما شاء الله. كونت السلطة صارت جاهزة، الحين الشيف بيصلح لنا السلطة أول بأول. هذا الجرجير أنواع كذا مشكلات. بسم الله ما شاء الله. This is orange dressing. هذا وش مكوناته شيف؟ شو اللي فيه؟ Olive oil, vinaigrette, orange juice and some herbs. بسم الله. في عصير برتقال وفيه خل وزيت زيتون. ماسترد؟ في ماسترد؟ Yes. ماسترد. يهتم بتفاصيل عجيبة. We'll have cherry tomatoes. نحط الشيري طماطم. Then we'll put some orange segments. قريبة من اللي أمس صلحها الشيف. فيها بعض المكونات. هذا وشو؟ Almonds. لوز. لوز. بعدين. Blackberry. توت. Now we'll put the star of the dish, which is leg of duck. ما شاء الله. هذه آخر شيء الحين. A little bit of glaze on top. ما شاء الله تبارك الله. هذه جمعت بين إن السلطة وبين إن مقبلات. بس يا أخوي دائما نشوفه بصور المطاعم كذا الفخمة. أول مرة أشوف بالطريقة ذي. شكرا شيف. جاهز؟ ما شاء الله. السلطة اللي جلست أكثر من يوم كامل تحضير وطبخ وتجهيز. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. شيف نواف الحماد جاهز؟ جاهز. بسم الله. أبذوق سلطة. ممتاز. ذقن. أبذوق ذقن. جرب. بحكم أنك يعني ما شاء الله تبارك الله بروفيشنال. ممتاز. وتحب الأشياء البروفيشنال. الذواقة عشان تحكم. إيه؟ لازم تاخذ كلها في لقمة واحدة.
كل الدنيا كل الدنيا يلا اجمع اجمع روح. اي بس البلاك بيري ترى بيحوس النكهه كلها يعني. لا بالعكس البط يحب البلاك بيري. اه تصدق معلومه ذي توي عارفها؟ شوف الواف بط منقع بط مطبوخ بالزيت 4 ساعات. بيرفكت. انا اول مره اشوف شيء مطبوخ كذا بالدهن بالطريقه. صدق والله. خلونا نشوف مع الشيف وش اطباقنا الثانيه، ورانا مفاجات. بسم الله. والشيف جايب جهاز السوفيد عشان اللوبستر، طبعا صارت مشكله بالتوصيله طفت بس مو مشكله الحين مضبطها. يقول ابغى اشتغل بطريقه يعني بالطريقه اللي انا تعلمتها. ما شاء الله. شوف شوف بس خلينا يجينا الحين، ما ودي احوس شغله. هذا الجهاز اللي ما يعرفه يشتغل حراره وفي مروحه بحيث كل المويه تصير درجة حرارتها واحدة للطبخ، ويطبخ يعني شيء بالبطيء. يعني نطبخ هنا بعض الأحيان 24 ساعة بريسكت ولا أضلاع ستيكات، تطبخ 3 ساعات ساعتين، أشياء تطبخ 4 ساعات كله بالسوفيد. الحين بنبدأ بالطبق الثاني، لكن قبل ما نبدأ شيف مسوي أطباق خرافية، شيء ما قد شفتوه يمكن بحياتكم في مسف منتجات مسف. انا بكره ان شاء الله او بعد بكره بالكثير ابصور، ابروح لما انا قلت له ابجيك المسف وبصور المنتجات والاطباق الجديده اللي مسويهن. فخليكم معنا اول باول. الحين بنصلح صدور البط. شوف صدر البط هذه 4 صدور. وش بنصلح الحين شيف؟ So we're gonna pan roast this one. But first I have a technique to have an even cooking and nice and crispy skin. حلو. بيصلحها بطريقتين، كل واحده لها طريقه. هذه الطريقه الاولى from the skin. طعنها تطعين. Second. الطريقة الثانية. شلون؟ حلو. هذه الطريقة الثانية طبعاً هو بس يشتغل على الجلد برا، لأن الجلد يطلع الدهن ثم يصير الجلد كريسبي. هذه فكرة الحين طريقته. شوف لحمته والله كنا لحمت غنم. يلا الحين ملح. ايش كمان؟ سولت. يلا دريت رين سلتت سلتتها يا شيف. حلو. فلفل اسود. بلاك بيبر. بلاك بيبر. جماعة الخير الجلد من تحت ما حط عليها ملح. سولت هنا سولت من تحت. جلد نو. يس. ايه ليه؟ Because if I put the salt, it releases the water, so we won't get the crispy skin. We want it crispy, so I'm not putting salt, so we want nice and crispy skin. يقولك الملح يطلع السوائل، أنا ما بيطلع سوائل، أبغاه مقرمش. عشان يطلع مقرمش، عشان كذا الملح حطه بس على جهة اللحم. يلا بسم الله. بسم الله. ما شاء الله. نضغط عليه. What is Chef مكرم؟ This is apple puree. This is for our main dish. We add some balsamic vinegar here. اه بالبصل هذا تفاح فريش. تفاح بيوريه. بيوريه مطحون. خل البصل بيستخدمه اخر شيء للطبق، يعني زين فيه الطبق. بس يقول ببدا فيه الان بحيث انه اخلص. الحين عندنا 7 دقائق تقريبا، بعد ما تخلص نشتغل عليه مره ثانيه. الان بعد يقول الشيف مرور 7 دقائق، هذه اول قلبه لها. شوف شلون صار اللون، صار كريسبي مرة. تمام؟ يقول أنت الآن صحيح شغلك تمام كذا. After that شيف. This very quick for 2 more minutes. Another half 1 minute. Okay. This is a grape juice, red grape juice. عندنا هنا عصير العنب. We're making a sauce, so we'll have some chicken stock, some cherry. Okay. And the seed more for the same. Now? عندنا الكرز الان نحط عليه. عندنا هنا الستوك حق البط. هذا الستوك اللي هو المرق اللي طبخ فيه البط بنزل عليه الان. How many minutes? This takes for 5-10 minutes. We need to reduce it. Salt.
الزيت ها. هذا يكون مع الصدر إضافات جانبية مع الصوص مع الصدور الدجاج. نبدأ بالبولي أبل يزين فيه الطبق الآن. Now we'll plate. So we'll start with the apple puree. Okay. فن يا جماعة الخير. حلو. هذه اللمسة. حفظتوها سهل. من اليسار لليمين. شيء مهم ترى جدا بالتقديم اللي هو يسمونه العرض. Food style. إيه. ترتيب الطبق. Healthy style. إيه ترتيب الطبق بصوص. ورقيات الخضار يعني يكون طبق متكامل. We have some pearl onion. We confit this one as well. Okay. هذا البصل اللي طبخه مع البداية. ما شاء الله. We just cut into half. ما شاء الله. شايفين درجة الاستواء؟ والله. ما شاء الله. مثل الستيك. بالضبط. شوف السوائل اللي جوا. لازم تصير هي medium well. ما شاء الله. حلو. Yeah. ما شاء الله تبارك الله. صوص، this is cherry sauce, cherry juice. حلو. هذا الكرز. حط الصوص كامل. أيوة. ما شاء الله. كفو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحين بيصلح بس كذا طريقة تقديم ثانية يعني بشكل. حلو. تعال معاه الحين اذا خلص تيجي تذوق البط. ما شاء الله كنا استدلو. حلو حلو يا شيف. هذا وشو الثاني هذا؟ هذا ابل بيوري. بيوري تفاح. الدنيا هي كلها فاكهية ذي ما شاء الله. ايوه. طقاته بيحط بحب الحوامض. ايه. طاقات انه بحطها فوق. مطاعم 800 ريال. مزبط لك الشيف مكرم وخلاص. جاهز؟ ما شاء الله ما شاء الله. دفن الصوص. حط صوص عليه. يلا. معاذ فداغي. جرب معنا البط. بسم الله. بسم الله. قل بسم الله. بسم الله. هذا خذ معه البيوريه. الصوص صح؟ اي. خذ معه البيوريه التفاح. اي عشان تاخذ التجربه كامله. قل بسم الله يا معاذ. قدرت تبط قبل اصلا؟ كيف؟ اول مره بالعرين. كيف والله. كيف؟ هذا نفسه؟ نفسه نفسه. بس خذ هذا هذا فيه لين فيه شفاحه يحتاج تقطيع. هذا مقطع لك وجاهز. طيب عندك ذو؟ راح هي هي كلت. تو كلت ثنتين. جميل والله. جميل. حلو. استمتعت. جميل. شكرا لك. يلا خلينا نشوف طبقنا الثالث اللي هو بستر. بدا ذا عشان ما يحترق علينا السوفيت. زين. بنجي للو بستر. هو طبق اللي انا الصدق متشوق له. ها؟ الله تبارك الله. بعدين؟ We will cook this one in خلاص. Finish off in butter. حلو. الحين هذا جزء من الطبخ. الطبخ الثاني هذا زبدة. هذه زبدة عادية مرة. فهو يبي يحطه تطبخ جوا الزبدة لمدة دقيقة صح؟ 1 minute. ممتاز. الحين خلاص نحطه بالزبدة. زين نحطه على النار. الحين نخلي على زبدة على هادي لأن الزبدة تحترق. Yeah, we are like poaching in the butter. حلو. على خفيف نسقيها ما أدري فهمنا البعض ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله. الحين شو اللي بنسوي؟ هذا وش ذا؟ This is a thermido sauce. حلو. صوص الترميدو. حلو بيحاول يطلع الرغوة منه. وبيخليه رغوة عشان يطلع شكل. ما شاء الله. الحين نحط شوي من الخليط. حلو. هذا الطبق ال عكرة اللوبستر. هذا عكرة اللوبستر سميناه. مع فيه فكون وهذا بسم الله. الحين انتبه جيب. الحين نحط اللوبستر. لوبستر بسم الله.
شاء الله تبارك الله. جاهزين الحين بنجرب اللوبستر معي متعب. حياك الله متعب الغنام. ابو ابراهيم بتجرب معنا اللوبستر اليوم؟ ما احتاج منظره كذا بس لا تجربه اكيد. ايه بسم الله ليش ما ناكل؟ كل مما في الارض حلال طيبه حلال ما شاء الله. خلنا بعطيك قطعه ما شاء الله تبارك انت عازف فيك تجرب الحين. والله يا جماعه كنا مسافرين برا ناكل ثقل. هذه كلات بحريه نشوفها في ايه ايه هذا شيء شواطئ ميامي وشواطئ شغل شغل تلقاه بالعرين. يلا جرب جرب اشهد. امسك هذه جربها بسم الله. بس خذ كذا معها صوص. اي بسم الله بسم الله. ها كيف؟ غمض عشان تستشعر بالحال. ما شاء الله صدق والله والله توم ما شاء الله. شوف رايق شوف مضبطه شوف شوف مكرم مضبطه كانك مسافر هنا في العرين. انا قص بوردنج اركب طياره اتعب فيزا هنا لا هنا على طول موجوده حضارات العالم في قلب العرين. هنيك ابو ابراهيم هنيك والله شكرا لكم شيف مكرم. شكرا ثانك يو حبيبي. ما بلاجر يا مال العافية. بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة أبجيك المسف وبصور الأطباق الجديدة المجنونة. أوكي؟ إن شاء الله دن. أكيد دن. عرفت شو أقول؟ يس. أبجيك المسف إن شاء الله. يلا مع السلامة. شكرا شيف ما قصرت.